class for yearling, the yearling male championship. سنتعرف بعد قليل ايضا بعد ما نشوف ايضا المهور او الامهر بعمر سنة اللي فازت وتأهلت على مدى اليومين اللي طافوا وتأهلوا اليوم وصلوا للنهائي وبنشوف ان شاء الله من هو المهر الذي سيتوج المهر الذهبي وايضا المهر الفضي والبرونزي لهذه البطولة. نرحب طبعا بالاخوان من كل مكان من دول الخليج من المملكة العربية السعودية الشقيقة ومن دولة الكويت ومن مملكة البحرين ومن دولة قطر ومن سلطنة عمان ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله ونشكرهم على الحضور والمشاركة وأيضا نرحب بإخواننا من الدول العربية وأخواننا أيضا من الدول الصديقة ونتمنى للجميع كل التوفيق. هذا المهر أول المهور المتأهلة لنهائي بطولة دبي للجواد العربي في نسختها 13. الجمال يتلألأ في مدينة الجمال. أيوة يا نونو، أيوة يا نونو، أيوة يا نونو. أيضا نرحب بالسيد بسام الصقران، حياك الله يا أبو صقر.
طبعا بانتظار نتائج بطولة الأمهر بعمر سنة، ومتعمدين شوي اللجنة الإخواني في اللجنة للتأخير لأن في عندنا متسع من الوقت اليوم، يعني على راحتنا، وأيضا معجبين بالضيوف الموجودين فيبونهم يستغلون وجودهم أكبر وقت ممكن، وما يبون يودعونهم في اليوم الأخير بسرعة أساس تعودوا عليهم على مدى 3 أيام واستانسوا وياهم، وأيضا يعطوكم فرصة أنكم تسولفون. الأخ جمال الله يخليك، ممكن تيلس مكان واحد مسوي إزعاج في البطولة صدق، قر يا أخي لس مكان واحد. ندعو السيد محمود خير الله المدير العام مركز الميكانيكي خليج العربي وكلاء رولز رويس بدبي والشارقة والإمارات الشمالية ليتفضل مشكورا لتسليم أو يستعد للنزول لتسليم الجوائز على الفائزين. وينو يا قصي؟ ما أشوف السيد محمود خير الله، ما أشوفه. يا السوارزي ماكس في المركز الأول أو بطل الأمهر لبطولة دبي الدولية للجواز العربي في نسختها 13 دبي للخيول العربية رقم 163 دي سراج.
تهانينا للإخوان في مرمى دبي. البطل الذهبي للمهور بعمر سنة دي سراج من مرمى دبي. والبطل الفضي أو الميدالية الفضية تذهب إلى مربط عجمان وعين جيم جبران هو البطل الفضي لبطولة دبي الدولية للجواز العربي. الأفر عفوا. والبطل البرونزي هو نوماس الخالدية المملوك لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود من المملكة العربية السعودية الشقيقة. تهانينا للإخوان في مربط دبي ومربط عجمان، وأيضا تهانينا لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود. كل التوفيق إن شاء الله. هذه هي الأمهر، هذا هو دي سراج المهر الذهبي. Champion yearling colt D Siraj, owned by the Dubai Arabian Horse Stags. The silver champion yearling colt AJ Jabran, owned by the Ajman Stags. The bronze champion yearling colt Nomas Al Khalidiya, owned by His Royal Highness Prince Khalid bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud. Congratulations once again to our gold champion yearling colt, D. Siraj. Congratulations again to our silver champion yearling colt, AJ Jabran. And congratulations to the bronze champion yearling colt, Nomas Al Khalidiya.
نشكر ايضا كل الاخوان ونبارك لهم مره ثانيه، نتمنى لهم كل التوفيق. استاذ محمود خير الله، في اقتراح من الشيخ محمد بن سعود، انكم الفئه الاخيره فئه الفحول، الفايز الاول تعطونا الروز رايس. اقتراح الشيخ محمد بن سعود، انا ما ادري. بعدين ما دام جايبينه لا ترجعون الوكاله الله يخليك، خلاص. الحين يمكن يروح محمود خير الله، ما تشوفونه بعد شوي. سيد ممدوح عفوا، لون الروز رايس خادمي.